اسمع بارك الله بيك وإيدك فوق، سلامك إلى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. أقام الدمع مأتم وقد صلى وسلم، أقام الدمع مأتم وقد صلى وسلم على القبر المغيب، على القبر أقام الدمع مأتم، أقام الدمع مأتم وقد صلى وسلم، وقد صلى وسلم. أقام الدمع أقام هلا بيك بارك الله بالشباب، وقد صلى وقد صلى سلم على القبر المغيب، على القبر المغيب، على القبر. أقام الدمع مأتم وقد صلى وسلم، أقام الدمع مأتم وقد صلى وسلم على القبر المغيب، على القبر. أقام الدمع مأتم، أقام الدمع شفيعتك فاطمة إن شاء الله، وقد صلى وقد أقام أقام وقد صلى وقد صلى على القبر، على القبر، على القبر، على هي الزهرة ولا عليها الله قد صلى، هي الزهرة ولا أغلى عليها الله قد صلى، لها في ذكره مدح على سمعي ملا يتلى، لها في ذكره مدح على سمع ملا يتلى، فرتل فاطمة حمدا وسبح باسمه الأعلى، فإن يبلى لها ثأر فجل الذكر أن يبلى، فإن يبلى لها ثأر فجل الذكر أن يبلى، هي الزهراء فاقرأها وعز الطهر والنبلة، ترى القرآن آيات على ترحى لها ثكلة،
هي الزهراء وفقرها وعزي الطهر والنبلة. ترى القرآن آيات على ترحى لها ثكلة. روى الراوي عن الهادي كلاما منهما استيسر بأن القوم قد عابوا عليه أنه أبتر. روى الراوي عن الهادي كلاما منهما استيسر بأن القوم قد عابوا عليه أنه أبتر. وقالوا ما له نسل فإما مات أو أدبر. فمنه ارتاحت الدنيا فلا رب ولا محشر. فجاءت فاطم الزهرة وكانت سورة الكوثر. ومد الله في طه وجل الله أن يطهر. فجاءت فاطم الزهرة وكانت سورة الكوثر. ومد الله في طه وجل الله أن يقهر. وجل الله هي الزهراء تأملها وفي القرآن رتلها. تراها ربة الطهر هي الزهراء تدبرها تبصرها وأكبرها. فهذه سورة الدهر فسورة الدهر قلب البتول تنزلت فوق روح الرسول. تنزلت للميامين بشرى فهل سمعت بسر النزول. فاطمة ذات حزن على الحسنين فاطمة أزارها قلب طه الأمين. فاطمة أما لك اليوم يا نور عيني. فاطمة قال عبدت بالوالدين العصوم يا أي زهرة ثلاثا يا ابنتي نذرا. إذا طاب من الداء وجل الله شافاهم وبالمختار عافاهم. وهذا وقت إيفائه وصام ذاك الوجود الأرق. ورزقها للمساكين رزقه وبابها كان باب العطايا. وكل وقت غروب يدق. فاطمة من سواها يوفي النذورا. فاطمة من يعين اليتيم الفقير.
فقيرا تطعم الجائعين السرورا لا تريد عليهم شكورا لا تريد عليهم أنت العلا والآية الكبرى يا آية التطهير يا زهرة في سورة الأحزاب نتلوك نتلو بك العلياء والطهرة والمختار يدعوك أجيبيني غطيني يا زهرة أغطيني حتى ضمكم تحت الكسى نور وابنيك وفيكم صهر ياسيني وقد صدق الله وعده وكنتم على العهد عنده وأصبح أجر الرسالة لآل النبي المودة وقد صدق الله وعده وكنتم على العهد عنده وأصبح أجر الرسالة لآل النبي المودة لآل النبي هذه التي تروي الورى نورا واستفت عنها سورة الشورى هل أجر طه المصطفى فيهم أن يجعلون الضلع مكسورة هذه التي تروي الورى نورا واستفت عنها سورة الشورى هل أجر طه المصطفى فيهم أن يجعلون الضلع مكسورة واقرأ آية من آل عمران عل القوم يأتوها بعرفان باهل يا رسول الله بالزهراء وانظر كيف أمسى أهل نجران أهل للنبي سواها لماذا أسلتم دماها سؤال تجيب عليه يد أمعنت في أذاها أهل للنبي سواها لماذا أسلتم دماها سؤال تجيب عليه يد أمعنت في أذاها أقام الدمع مأتم وقد صلى وسلم إيه حبيبي بارك الله أقام وقد صلى وقد صلى وسلم على القبر المغيب على القبر بارك الله بارك الله على القبر أقام أقام الدمع واسي قلب صاحب الزمان وقد صلى أقام أقام وقد صلى على القبر على القبر